خير، ازيك يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنبدا في المحور الثاني. هنبدا يا اولاد، اول درس بيحكي عن الحواس. اولا الحواس يا اولاد خدناها في الترم الاول. الحواس عندنا حاسه البصر والشم والتذوق واللمس والسمع. المفروض ان احنا درسناها في الترم الاول. في الترم الثاني بقى هناخدهم بس بالتفصيل شويه. الحواس انا هتكلم ان احنا بنستخدم الحواس دايما في كل حاجة في حياتنا، تمام؟ طيب انا هنا لو انتوا موجودين لو انتوا كنتوا موجودين معانا في المدرسة كنا هنعمل انشطة كتير عن استخدام الحواس، لكن لما انتوا مش موجودين فاحنا هنستبدلها بحاجات تانية. زي ايه؟ هحكي لكم قصتين وانتوا تتخيلوا هتستخدموا الحواس بتاعتكم ازاي. فالقصة الأولى بتقول ايه؟ أغلقوا أعينكم وفكروا أي من هاتين الروايتين تجعلكم تشعرون كأنكم في القصة اللي أنا هحكيها. أول قصة بتقول ايه؟ عدت إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي، فتحت الباب وقلت مرحبا يا أمي، كانت تعد لأسرتنا الغداء. دي أول قصة، تمام؟ عايزاكم برضو تغمضوا عيونكم وتتخيلوا هل انتوا الحواس عرفتوا تستخدموا الحواس في القصة دي ولا لا. طيب تاني واحدة بتقول ايه؟ عدت الى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي، كانت الشمس ساطعة واحسست بحرارتها على بشرتي. وصلت الى الباب وشممت رائحة غدائي المفضل. دخلت المنزل وسمعت امي تهمهم أثناء طهي الغداء لأسرتنا. وصلتكم الرواية التانية؟ يبقى أول واحدة عرفنا بتتكلم إزاي، وتاني واحدة طريقة السرد بتاعة القصة كانت عاملة إزاي. طيب تفتكروا أول واحدة هي اللي بتوصل إن أنا أستخدم الحواس بتاعتي ولا تاني واحدة؟ أنا أعتقد يا أولاد إن تاني واحدة كانت بتوصل إن أنا أستخدم الحواس بتاعتي. الخيال بتاعها كان واسع. ليه؟ لان اول حاجه بقوله ايه، بقول عدت الى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي كانت الشمس ساطعه، يبقى انا كده ايه، شفت الشمس ساطعه. احسست بحرارتها على جلدي او على بشرتي، يبقى انا ايه، حسيت، يبقى دي حسه ايه، لمس. شممت رائحه غذائي، شممت يبقى استخدمت حسه ايه، الشم. وسمعت امي تهمهم اثناء طهي الطعام، يبقى استخدمت حاسة ايه؟ السمع. تمام، برافو عليك. يبقى هنا انا هكتب في كل واحدة الجملة اللي انا حسيتها لما استخدمت الرواية، او هستخدم حاسة البصر ان انا اشوف حاجات موجودة في البيت واكتب رأيته كذا. طيب الشم، شممت رائحة شيء ما. طيب تذوق، تذوقت شيء ما. اللمس مثلا لمست شيء او احسست بحرارة شيء او لمست اي شيء ناعم او خشن واكتب لمست ايه. والسمع برضو هكذا. تمام، يبقى ده كان الهدف منه ان انا استخدم الحواس بتاعتي استخدام صحيح عن طريق سواء ان انا سمعت الرواية او سواء ان انا استخدمها في البيت. تمام، طيب هنا عندنا الهدف التاني من النشاط ده، ان انا هنا بيقول لي ايه، انظر الى الصورتين واختار الكلمة الصحيحة التي تصف كل منهما واكتب اسفل الصورة المناسبة لها. طيب هنا عندي البصر، هنا رأيت لما بشوف قلم وبشوف فيل، هشوف القلم ده ايه، صغير، والفيل ده ايه، كبير. برافو عليك. طيب هنا لما الشم، لو انا ماشي او في شارع وشميت رائحة كريهة هعرف ان دي رائحة ايه، باسكت زبالة. تمام، برافو، يبقى دي رائحة كريهة. لكن ده ايه، ده معطر. معطر بستخدمه مثلا رائحة برفان او رائحة الشاور بتاع الحموم. طيب هنا التذوق، هنا لو تذوقت، لو اكلت تفاحة واكلت ليمون هلاقي ان طعم التفاح حلو في حلاوة او مسكر، لكن طعم الليمون لاذع حامض، بنسميه حامض. تمام، طيب هنا اللمس، عندي هنا كرة وعندي هنا سطح خشن، يبقى هنا لو لمست الكرة هلاقيها ناعمة
لكن السطح ده هلاقيه ايه؟ خشب. طيب هنا السمع، لو سمعت جرس وسمعت ساعة يبقى الجرس هيديني رنين، لكن الساعة تديني ايه؟ دقات. برافو عليكم. تمام، ده كان النشاط ده بيوصل برضو الحواس واستخدام الحواس. طيب هنا عندي في الدرس ده بيحكي قصة، قصة سارة. أحست سارة بالجوع فقررت أن تخبز كعكة مع أصدقائها، فأحضرت سارة المكونات وقامت بخلط هذه المكونات، ثم وضعت المكونات في الصينية ووضعت الصينية داخل الفرن، وكانت رائحة الكعكة رائعة أثناء تسويتها. سمعت سارة جرس الفرن يرن، تم تسوية الكعكة، أكلت سارة الكعكة مع أصدقائها، لقد كانت لذيذة. القصة دي يا أولاد الهدف منها إيه؟ الهدف منها برضو إن أنا بتخيل في كل حدث في القصة واستخدمه واستخدمه على أساس الحواس بتاعتي. أول حاجة أحست سارة بالجوع، يبقى هي كانت استخدمت أول حاجة أحست سارة بالجوع. طيب عملت إيه؟ فأحضرت سارة مكونات وقامت بخلط هذه المكونات. هنستخدم الصور الموجودة هنا دي، ونستخدم كل صورة ونرتب الأحداث على حسب الأحداث اللي دارت في القصة اللي أنا قريتها لكم دلوقتي، وهنرتب كل حدث في المربعات دي. يبقى هنقص الصور دي ونحطها في المربعات هنا، وده كان الهدف منه برضو، ان انا اوصل ان انا ازاي القصة بيبقى ليها بداية ومنتصف ونهاية زي ما قلنا قبل كده في المسرحية، وكمان استخدمنا فيها الحواس. تمام، برافو عليك. طيب عندنا برضو قصة تانية، ودي هستخدم فيها برضو ان انا اعرف ان اهمية القصة ان بيبقى ليها بداية ومنتصف ونهاية. طيب هنا عندي اول جملة بتقول لي رمى وائل كرة لكلبه، تاني جملة التقط الكلب البرتقالة، ثالث جملة اسقط الكلب البرتقالة وذهب لاحضار الكرة. طيب رابع جملة بتقول اشترى وائل البرتقالة من المتجر، خامس واحدة بتقول سقطت البرتقالة من وائل في الشارع. أول حاجة يا أولاد هنا عندنا القصة، القصة دي مش مرتبة، فأنا هشوف أول حاجة بدأ بيها وائل وأشوف إيه اللي بدأ بيه وائل وأحط عليه رقم واحد. طيب تفتكروا رقم واحد أسقط الكلب البرتقالة ولا اشترى وائل البرتقالة من المتجر؟ أول حاجة راح وائل اشترى البرتقالة. طيب تاني حاجة سقطت البرتقالة من وائل في الشارع، يبقى بداية القصة كانت بتقول ايه؟ ان هو اشترى برتقالة وبعدين وقعت منه فين؟ في الشارع. برافو عليك، ده اسمه بداية القصة. طيب اول حاجة لازم في حاجة عايزة اوضحها لكم، ان القصة يا ولاد لما بتكون قصة شيقة وانا بسمع البداية، فانا بتشوق ان انا اسمع المنتصف وكمان علشان اسمع احداث القصة كلها. يبقى لما بتكون بداية القصة مشوقة، فبالتالي بتخليني مستعد ان انا اكمل واسمع باقي القصة بتاعتي. طيب هنا تاني حاجة سقطت البرتقالة من وائل في الشارع، تالت حاجة تفتكروا ايه؟ التقط الكلب البرتقالة، يبقى لما سقطت اخدها مين؟ الكلب. ده منتصف القصة، خليكم مركزين. طيب رابع حاجة رمى وائل كرة لكلبه عشان عايز ياخد البرتقالة، لما اخدها الكلب رماله كرة علشان ايه؟ علشان ياخد الكرة الكلب ويديله هو ايه؟ البرتقال. يبقى اسقط الكلب البرتقالة وذهب لاحضار ايه؟ الكرة. برافو عليكم، دي نهاية القصة. كده عرفنا ان القصة ليها بداية وليها منتصف وليها نهاية. بأي قصة أنا بحكيها وأي قصة إحنا بنقراها بيبقى ليها التلات حاجات دول، مفيش قصة ملهاش بداية ومنتصف ونهاية. طيب عايزين هنا الدرس هنا برضو عن القصص، عندنا صورتين، صورة ولد ومامته
في التزحلق على جليد، وصورة أطفال بيلعبوا بالرمل وجردل وعلى البحر وعلى البلاج. هنا أنا لما هشوف الصورة دي وهشوف الصورة دي هتخيل القصة اللي كانت بتحكي الصورة الموجودة عندي. يعني أنا مثلا ممكن لما بشوف صورة أقدر من خلالها أخمن القصة دي كانت بتحكي عن إيه. يعني هنا أخمن القصة كانت في مكان، يبقى المكان بتاع التزحلق على الجليد. طيب الشخصيات الطفل ووالدته، تمام برافو. طيب تفتكروا الموسم بتاع اللي حدث فيه القصة كان موسم الشتاء، فصل الشتاء. طيب هنا يبقى عنا هنا عرفنا الأحداث وعرفنا الشخصيات وعرفنا المكان. طيب هنا الصورة التانية برضو كانت فصل الصيف، كانت في المكان في البحر. طيب كانت في كانت الأحداث إيه؟ الطفل وأخته أو صديقه بيلعبوا بإيه؟ بيلعبوا على الشاطئ بالرمال وبيعملوا أشكال بالرمال، تمام. يبقى أنا ممكن من خلال قصة إن أنا أتخيل أرسم صورة القصة اللي أنا شفت ماما حكتها لي أو أنا قريتها أو أي تخيل. فهنا لازم نستخدم الخيال بتاعنا علشان أرسم، أو لازم أستخدم الخيال بتاعي برضو علشان لما أقرأ قصة أعرف أرسمها أو أعرف أجسد شكل القصة اللي أنا قريتها. طيب هنا عندنا نشاط لازم نعمله في البيت يا أولاد، هو لو كنتم موجودين إحنا كنا نقرأ قصة وكنا بعد كده هنرسم شخص أو مكان مفضل في القصة اللي أنا سمعتها أو القصة اللي أنا هقراها. طيب لو مثلا عندي لازم إن أنا ماما تقرأ لي قصة في البيت أو أنا أقرأ قصة وأرسم المكان اللي أنا حسيت إن المكان ده اتأثرت بيه في القصة، أو المكان ده أنا كنت مستمتع وأنا موجود في القصة. يعني أتخيل نفسي شخص من أحداث القصة اللي أنا قريتها أو اللي ماما قريتها لي وأرسم فيها المكان، تمام. وهنا في المربع ده هرسم الشخص اللي أثر في شخصيتي من القصة، أو الشخص اللي أنا حسيت إن الشخص ده أنا مستمتع وأنا بقرأ القصة بتاعته، تمام؟ برافو. يبقى كل واحد هيرسم مكان وهيرسم شخص هو اتأثر بيه. طيب نيجي هنا للصفحة اللي بعدها. الدرس ده يا ولاد بيحكي إن أنا هقرأ قصة برضو أو ماما تقرأ لي قصة في البيت وأتخيل القصة دي كانت بتحكي عن إيه، وهتخيل بداية القصة. يبقى أول حاجة البداية هنرسمها، هنرسم بداية القصة جوه دائرة. يبقى بداية القصة مثلا لو أنا عندي أي قصة أو أي حاجة ماما حكتها لي قبل كده، أو أي قصة أنا شفتها في التلفزيون وتأثرت بيها، أو أي حاجة أنا شفتها، بس يا ريت تكون حاجات أدتني فائدة يعني أنا استفدت منها. يعني يبقى لازم أرسم هنا بداية القصة في الدايرة، ومنتصف القصة هرسمه في المستطيل. هنا هرسم لو هنا ما كفاش معايا هكمل في المستطيل التاني، ونهاية القصة هرسمها في المربع اللي بعده. ودي هتبقى عبارة عن قصة مصورة. قصة ايه؟ مصورة. بداية القصة في الدايرة، تاني منتصف القصة في المستطيل، نهاية القصة في المربع. وأنا لما أشوف يا أولاد الصور دي هعرف القصة كانت بتحكي عن إيه، وأتخيل كل شخص جوه الرسمة بتاعتي كان بيعمل إيه في القصة دي. ولازم إن إحنا كلنا نرسم النشاط ده علشان ده بينمى عندنا الخيال، أو إن أنا لازم أكون عندي أقرأ كتير علشان يبقى عندي خيال واسع وأرسم حاجات مفيدة، وأرسم يا ريت القصة تكون مفيدة علشان الرسمة بتاعتي تطلع كويسة. وكمان اللي مش عايز يرسم ممكن يعمل مجسم أو يعمل لوحة أو يعمل أي حاجة في البيت، هو قص ولزق، ويعمل الشخصية اللي هو كان متأثر بيها في القصة. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب أكون عرفت أوصل لكم كل المعلومات عن القصص وعن أهمية القصص، وأهمية إن أنا لازم أعرف البداية والمنتصف والنهاية. وإن شاء الله نشوفكم على خير وربنا معاكم. شكرا.